الإرهاب والتطرف والعنصرية عناوين ومصطلحات فضفاضة خيض فيها كثيرا دون معنى واحد واضح يفسر المقصود منها، في ظل خلافات واسعة وكبيرة بين مختلف الأطراف. فالبعض يصطعد عنها أو عن بعضها بمصطلح الغلو. خلال زيارته لتركيا مؤخرا كان لنا لقاء مع الأستاذ الدكتور في كلية العلوم الإسلامية في جامعة الجزائر، والمؤلف لعدة كتب في الحضارة والعلوم الإسلامية والفرق الدينية، ورئيس تحرير مجلة النور للدراسات الفكرية والحضارية عمار جيدل. فحاورناه في المفهوم وأسبابه وتداعياته والحلول المقترحة لها. يقرر جيدل في البداية أن الغلو صفة موجودة في جميع الحضارات. نحن دائما نستنسخ أنموذج إنسان التطرف، إنسان الغلو، مثل ما هو عند الغربيين، مثل ما هو في كل مكونات المجتمعات الإنسانية، وهذا ليس خاصا بفئة دون أخرى. بمعنى الغلو موجود عند الجميع، موجود بنسب متفاوتة عند الجميع، النفي والإقصاء موجود عند الجميع. ويرى له سببا خارجيا يسميه الديكتاتورية الحضارية. إن قبلنا الديمقراطية السياسية مع رفض الديمقراطية الحضارات، أي أن تكون حضارات في المجتمع الإنساني متعددة تعبر عن تعدد الأسرة الإنسانية، ونريد من خلالها أن نفرض أنموذجا واحدا، لأننا لا نقبل إلا أنموذجا سياسيا واحدا، في آخر المطاف أن نحن نمارس نوع من الديكتاتورية الحضارية التي تريد أن تفرض أنموذجا على الآخرين. كما يرى الباحث في الحضارة تفسيرات كثيرة للغلو تفسر ولكن لا تبرر الظاهرة. هناك بعض المبررات السياسية ومبررات الاقتصادية ومبررات الاجتماعية التي تفسر هذا الأمر، فضلا عن هذا يجب أن يكون المرء أمينا. هناك أيضا بعض المعطيات التي يمكن أن تكون مساهمة في هذا الأمر، من بينها برامج التكوين، مؤسسات التعليم. هذه العوامل الداخلية يسميها الدكتور عمار مؤسسات صناعة الوعي. وعندما نقول مؤسسات صناعة الوعي، بدءا من البيت إلى التعليم التحضيري، إلى المدرسة، إلى المسجد، إلى وسائل الإعلام، إلى المجتمع، إلى السوق، كل هؤلاء لهم برامج بشكل أو بآخر يصنعون أنموذج الإنسان الذي يريدون. كما يصوغ الدكتور جيدل منطلقه في علاج الظاهرة عندما يرى أن على القوى السياسية الدولية المهيمنة أو ما يسميه بالغالب الدولي الوقتي الراهن أن تؤمن بتعدد النماذج الثقافية والحضارية في إطار ما أسماه الديمقراطية الحضارية. أن نشرك الجميع، يشرك كل مكونات الأسرة الإنسانية، التبشير بديمقراطية أخرى هي الديمقراطية الحضارية التي تقبل الناس على ما هم عليه ولا تريد أن تفرض عليهم الألوان المعينة ولا تريد أن تلونهم على وفق ما تبغي. هي رؤية تحليلية نقدية توجيهية تحاول فهم الظاهرة في عمقها وتحليلها في أثرها وعلاجها من جذورها، لينعم العالم جميعا بثقافة تقبل الآخر ولا تنفيه وتحاوره ولا تخصيه.